السلام عليكم اخواني اخواتي، شخباركم؟ عساكم خير. من شوي بس انتهى مؤتمر ابل المطورين السنوي WWDC 2021، وابل اعلنت عن عدة انظمة لجميع اجهزتها، واهمها نظام الايفون القادم iOS 15. وفي هذه الحلقة راح نشوف كل تفاصيله وكل المميزات اللي ابل اعلنت عنها في هذا المؤتمر. وفي نهاية الفيديو راح اراويكم كيف تقدروا تنزلوه في اجهزتكم بكل سهولة، لكن النسخة اللي راح تنزل الحين هي النسخة التجريبية الأولى، وعادة تكون فيها مشاكل كبيرة، فما أنصح إنكم تنزلوها، لكن لما يثبت راح أخبركم بكل جديد والميزات الجديدة اللي راح تنزل مع النسخ القادمة. فعشان كذا فعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد أول بأول. وإذا كنتوا جدد فكروا في الاشتراك في القناة، توقع محتوى القناة يعجبكم، وعندنا هدف نوصل لمليون مشترك قبل نهاية هذا السنة، وأتوقع ما راح تقصروا معنا. خلينا نشوف مميزات نظام الآيفون الجديد. أكثر ميزة اتكلمت عنها أبل في المؤتمر هي ميزة الفيس تايم. عادة الفيس تايم مغلق عندنا وما كثير نستخدمه، لكن هذا السنة راح يختلف الموضوع، لأن في عدة ميزات. أولاً راح يكون في خاصيتين للصوت، في صوت مركز عليك وعازل الخلفية ما يسمع أي شيء، حتى لو كان شخص خلفك قاعد يشتغل وينظف البيت بالفاكيوم كلينر، هذه الخاصية راح تلغي هذه الضوضاء بطريقة جميلة جداً. في خاصية ثانية راح تخليك تسمع كل الأصوات اللي حواليك، وهذا يكون مفيد لما يكون في حفلة، في موسيقى، في شيء تريد تسمعها. الشيء الآخر، أبل ضافت البورتريت مود الجميل في التصوير، خليته في الفيس تايم، فلما تكون في مكالمة صوتية راح تنعزل الخلفية ويكون مكانك مرتب حتى لو كان في عفيسة وراء. وأهم ميزة شفتها اللي راح تغير طريقة استخدام الفيس تايم هي دعم الأندرويد والويندوز للفيس تايم. الحين حتى لو ما عندك ايفون، لو ما عندك ماك، راح تقدر تستخدم الفيس تايم عن طريق الروابط اللي اصحاب الايفون واجهزه ابل يسووها. يعني مثلا في عندنا اجتماع عن طريق الفيس تايم، انت عندك اندرويد راح تستلم رابط فيس تايم، لما تفتحه راح يفتح الاجتماع وانت تكون فيه. راح اصحاب الاندرويد والويندوز يستلموا روابط من خلالها، لما يفتحوها راح يفتح الاجتماع لهم. ما راح يقدروا يسووا اجتماعات بانفسهم، لكن راح يقدروا يدخلوا الاجتماع بدون اي مشاكل، وهذا راح يخلي الفيس تايم شيء عالمي، فراح يزيد عدد مستخدمي الفيس تايم وينشهر اكثر، وهذا الشيء راح يفيد مستخدمي الايفون، لان الفيس تايم ضافوا فيه ميزات كثيره جميله جدا. منها لو لا سمح الله في حد من الاشخاص من العائله قال لي عنده مشكله اريد انزل تطبيق، او في عندي مشكله داخل النظام اريد احلها، الحين اقدر اشوف شاشه ايفونه واحلها عن بعد من خلال الفيس تايم. راح يقدر يشارك شاشته معي، ويقدر يشارك الافلام، يقدر يشارك الاغاني، نقدر نعمل حفله ونتابع الافلام او المسلسلات مع بعض من خلال مكالمه الفيس تايم. طبعا هذه الخاصيه انك تقدر تتابع افلام كلكم مع بعض، راح يكون في موضوع الحقوق موجود. ابل تعاونت مع عده شركات مثل ديزني، مثل هولو، مثل HBO، لكن نتفليكس ما كانت في القائمه للاسف، وهذا اهم تقريبا خدمه عندنا في الخليج والمنطقة العربية بشكل عام. لكن أتوقع من خلال سفاري تقدر تدخلوا على موقع فيه أفلام، تتابعوا الفيلم مع بعض بدون أي مشاكل عن طريق خاصية مشاركة الشاشة في الفيس تايم. نفس الشيء في الاي مسج، في بعض التحسينات، منها لما تطرش مجموعه صور راح تطلع بطريقه جميله بنظام الكوليدج، ونفس الشيء راح تقدر تشارك الوصفات، الاغاني، التفاصيل اكثر واكثر في الاي مسج. تحديث مش قوي جدا للاي مسج مثل ما كنا متوقعين، لكن الميزه الاكبر في نظام iOS 15 هو ميزة الفوكس أو التركيز، راح من خلالها النوتيفيكيشن تتغير. حاليا في مشكلة في التنبيهات أو النوتيفيكيشنز، تستلم كثير من التنبيهات اللي ما لها داعي، فمن خلال خاصية التركيز أو الفوكس راح تقدر تعمل سكجول، راح تقدر تخلي موعد محدد، مثلا ساعة 9 الصباح أستلم التنبيهات دفعة واحدة. طبعا هذه التنبيهات اللي راح توصلك مع بعض، التنبيهات المهمة منها ما راح تكون موجودة، راح تكون منفصلة، مثل مسجات الأشخاص، المسجات اللي انت حاطنهم انهم أشخاص مهمين، وبكذا ما راح تضيع المسجات المهمة، فقط المسجات تبع الألعاب، تبع تطبيقات التسوق والأشياء الغير مهمة اللي دائما تشتت انتباهنا وما تخلينا نركز للمسجات المهمة والتنبيهات اللي راح تكون ضرورية. أحلى شيء في هذا النظام انك راح تقدر تعمل كاستمايزيشن للمسجات، للمواعيد، للتفاصيل، لطريقة عرض التنبيهات
للايفون. وتذكروا من اهم الفيديوهات اللي تحافظ على بطارية الايفون، قلت لكم ان التنبيهات تأثر على بطارية الايفون بشكل كبير، فمن خلال تفعيل خاصية الفوكس وارسال التنبيهات في فترة محددة راح توفر طاقة كبيرة وتقلل من استهلاك البطارية من خلال خاصية فوكس الجميلة اللي صراحة حبيتها ومتحمس اني اجربها. لكن اتوقع انه علشان تضبط وتكون مثالية وذكية لازم انت تتدخل وتحدد الاشخاص المهمين التنبيهات المهمة اللي عندك وموعد عد استلام التنبيهات علشان يكون نظام الايفون عندك مثالي وجميل. وهذه الخاصية جميلة جدا لدرجة انها مو بس تركز على التنبيهات، حتى تركز على التطبيقات اللي راح تطلع لك في سطح المكتب والوجتس، راح تتغير الوجتس على حسب الكاستمايزيشن والتعديل اللي ضايفينه في خاصية الفوكس. الفوكس عبارة عن نظام كامل في نظام iOS 15 يخليك تركز على حياتك، التطبيقات اللي تباها والوجتس والأشخاص اللي يراسلوك والتنبيهات اللي حاب تستلمها، وبكذا راح تستغل كامل طاقة نظام iOS 15. أنا متحمس جدا لتجربة هذه الخاصية لأن بصراحة آيفوني كله تنبيهات وكله حشرة ويصدعني أحيانا وما أحب أستخدمه بهذا السبب، فخاصية التركيز خاصية فوكس راح تخفف من هذه الكلتر، هذه الوساخة اللي تسببها التنبيهات المزعجة من كثير من التطبيقات والإيميلات الغير مهمة. ومن المميزات الجميلة اللي أبل أعلنت عنها في هذا المؤتمر أنك الحين تقدر تصور أي شيء، مثلا في الكلاس روم أنت تصور اللوحة البيضة فيها الكلام راح يتخزن عندك، راح تقدر تنسخها، راح تقدر ترسلها للناس ترجمها وإلى آخره. للأسف هذه الخاصية ما تدعم إلا 7 دول، للغة العربية ما منها، لكن الإنجليزي، الألماني، الفرنسي، الصيني وإلى آخره. وأتوقع أن أبل تضيف اللغة العربية خلال 12 شهر القادمات. هذه الخاصية تشتغل على الصور الحالية، يعني لو عندك صور أو سكرين شوت أو أنت قاعد على متصفح وتريد النص، فقط عليك تحدد النص اللي تريده من الصورة وعلى طول راح يطلع، وبطريقة ذكية. يعني لو كانت الصورة فيها رقم جوال، دبل كليك على رقم جوال راح يتصل على طول، أو دبل كليك على الإيميل راح يفتح تطبيق الإيميل وتقدر تبدأ محادثة عن طريق الإيميل. فضافت خاصية الذكاء في الصور وترتيبها. وحتى حتى الحين لما تبحث مثلا تكتب باسبورت او جواز السفر في البحث تبع الصور راح يطلع لك الصور اللي فيها الجواز، لانها راح تكون ذكية اكثر لانها تقرا اي نص موجود داخل الصورة، فبتعرف الاماكن، بتعرف السيارات وحتى انواع الحيوانات والنباتات تقريبا بنفس خاصية جوجل لينس الجميلة اللي انا استخدمها بشكل مستمر. الشيء الجديد في تطبيق الصور غير انك تقدر تبحث بطريقة اكثر مكثفة، الحين خاصية الميموريز او الذكريات راح تكون مميزة اكثر. أبل راح تدمج خدمة أبل ميوزك في صورك، الألبومات والفيديوهات اللي راح تتصمم ما راح تكون فيديو، راح تكون صور، تقدر تلف يسار تلف يمين تبدل صورة تبدل الفيديو تبدل الموسيقى وتعدل فيها بطريقة أكثر وأحلى. تغيير مش جذري لكنه جميل أن نشوف مثل هذه المميزات اللطيفة في تطبيق الصور. ومن المميزات أيضا تطبيق الوالت أو المحفظة في الآيفون. أخيرا أبل تدعم الاي دي كارد، راح تقدر تحط بطاقتك الشخصية ليسن وإلى آخره في الدول والمناطق اللي تدعمها هذه الخاصية. خلاص أبل جهزت النظام، جهزت الاي بي اي فقط على المؤسسات الحكومات سواء كانت سعودية، الإمارات، أمريكا وإلى آخره اللي تدعمها، راح تقدر تحط بطاقتك داخل الجوال وما تحتاج أي شيء آخر. وعلاوة على ذلك الحين راح تقدر تفتح سيارتك البي ام عن طريق الوالت آب، تفتح غرف الفنادق، خلاص فنادق حياة دخلت في هذه المنظومة، وقريبا راح تقدر تستخدم جوالك لفتح معظم غرف الفنادق العالمية. وأبل قريبا قالت راح نقدر نضيف عدة بنوك وبطائق عالمية مثل ديزني. يعني بشكل عام تدريجيا راح تشوفوا البطاقة الفيزيكال تختفي وتنتقل وتصير إلكترونية، لدرجة أنك حتى لما تسافر كل ما عليك أنك تطلع آيفونك وتفتح تطبيق الوالت. ومن الميزات اللي أبل ما ذكرتها في هذا النظام لكن شفتها بشكل رهيب، أنك راح تقدر تتبع الآيفون حتى لو كان مغلق تماما. أتوقع راح تفعل اليو وان شيب، هذه الخاصية الجميلة راح تستهلك مثل طاقة الإير تاج. يعني
يعني باختصار الايفون راح يصير قطعة ايرتاج، وهذا شيء جميل جدا انك لا راح تحتاج ان التليفون يكون مشحون او مشغل، ولا انك راح تحتاج يكون عندك خدمة او واي فاي والى اخره، كأنها قطعة ايرتاج. وانا شخصيا اشوفها هذه من اهم المميزات اللي راح تحد من ضياع الايفونات عندنا. والله يعين اللي ناوي يسرق ايفونات بعد هذا التحديث، لان حتى لو طفى راح نقدر نتعقبه حتى ونمسك السارق بكل سهولة. ومن الميزات ايضا تطبيق الطقس في الايفون، في تحسينات كثيرة، راح نشوف جرافيكس احلى، انيميشنز اكثر. ابل تقول ان اكثر من 1000 انيميشن او حركة جديدة لما يكون في امطار، رياح، ثلج والى اخره، فراح نشوف اشياء جميلة في هذا التطبيق، وخاصة ان في خريطة اتش دي صافية جدا وفيها تفاصيل كثيرة وفيها ارقام كثيرة لمحبي الطقس، جودة الهواء والى اخره في هذا التطبيق. وصراحة من النظرة الأولية شفت أن في تغيير كبير وراح نستمتع باستخدامه. ومن الأشياء الجديدة أيضا في خرائط أبل، طبعا أنا ما تهمني خرائط أبل كثير، والسبب أنها ما تدعم المنطقة الخليجية فقط، معظم الدول العالمية راح يكون فيها 3D أكثر، ترانزيت بيكون أفضل، وخاصية الـ AR Augmented Reality، يعني مثلا أنت طالع من السبوي وما عارف تروح يسار ولا يمين، الحين من خلال كاميرا الآيفون و اللايدر والى اخره بكل هالتكنولوجيا راح يحدد لك الايفون تلف يسار ولا يمين بطريقه جميله جدا. للاسف هذه الخاصيه موجوده يمكن في 7 مدن عالميه فقط، فنتامل خير ان نشوفها في اسرع وقت في المنطقه اللي عايشين فيها. في هذا المؤتمر ابل ضافت كثير من الميزات، لكن فقط ذكرت الاساسيات، فنحن اليوم راح ننزل النظام الجديد ونشوف كل الميزات ونذكرها في الفيديوهات القادمه، ففعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد اول باول. شكرا لكم على المتابعه والدعم، ولا تنسوا تحطون لايك، واشوفكم على خير باذن الله.